بزاف البنات اللي وصوني على هذا الموديل هذا، واخيرا جبتو لكم الفيرساتشي اختي في الاسي انوكسيدا بالبديل الذهب. انا اختي جبتو لك اختي ولونسومبل كامل بالطوينكات ديالو. قلتي لي اسماء بغيت الطوينكات، ها هي اختي بالطوينكات ديالو شي حاجه واعره البنات تحلفوا عليهم ذهب ذهب. ما قالوا عليه السوق ديال العرب حتى ديال العرب، كلشي اختي فيه. شوفي لي اختي الحنه، الصابون البلدي، الماورد، الزيوت الطبيعي اللي كتقلب على شي زيت طبيعي كاين اختي عنده 3 اورو، كلشي عنده 3 اورو. السيده هذه عندها الميعن رخاص، شوفوا هي يا البنات هذه غزاله. هاد الصالادي هذه اختي ديري فيها سلطه خوي ولا ديري فيها اي حاجه. انا عجبتني بالنسبه لسلطه خوي ومع الزليفات ديالها يا اختي 10 اورو. 10 اورو البنات هنايا في المارشي كتجي بحال كريستال، هذه كامله ب 10 اورو. خاو الرباخ اليوم في المارشي هاد التليجه هذه قال لي 10 اورو البنات، 10 اورو التليجه هنايا في المارشي افيك لا دوبلور ديالها، كلشي البنات هنايا 10 اورو. خذوا من دابا اختي الصيف، راه الصيف كتغلى. اش هاد الرخا كنلقى اليوم في السوق؟ شوفوا البنات الصبابط كلشي 4 اورو، داير ليهم كاطوغو ماركه البنات كلشي 4 اورو. شوفوا لي اختي كاطوغو لي صندال لي بوت لي كلشي كلشي البنات كاطوغو اليوم 4 اورو اليوم في المارشي. هانتوما اختي راه الماركه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم جينا للمارشي ديال فيتري سوسان. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله على هاد الشتيوة هادي. ايوا كنقولوا الله يعطيها لنا على قد نفع، والله الا واحد الشتا ما نعاودش ليكم. بون الاخوات جيتكم هنايا عند هاد السيده اللي كيبيع السكن زوينين صراحه، ولكن يا البنات مالوغوزمون مشى ليا المقطع ديال لي ساك اللي جايب واحد السكن واعرين. قلت ندير لكم بهادو ونوريكم الموديلات الاخرين. هادوك الموديلات الاخرين البنات مشى ليا واحد المقطع وبقى فيا الحل، ولكن ما مكتعبش ان شاء الله غادي نعاود نرجع السبت ونبارطاجي معكم ان شاء الله. عنده هاد السيده هذه عندها الاواني واعرين البنات ورخاص، عرفتوا اي حاجه حطاتها هنا في الطابله كطير اختي ما كتبقاش. شوفوا لي البنات هادو واعرين صراحه، بحال صلادي هكا كديري فيها اختي سلطه خوي، يعني ديري فيها هكا لي سلطه خوي ولا اي حاجه، وفيها اختي الزليفات ديالها 10 اورو البنات. شوفوا 10 اورو هنايا في المارشي البنات، 10 اورو اختي بسته ديال الزليفات ديالها فيهم هنايا الدوغي 10 اورو. عجبتني البنات، يمكن غادي ناخذ شي وحده. الشكل ديالها غزال. شوفوا البنات كاينين عاوتاني هاد الكيسان، هادو 6 ديال الكيسان. شوفوا البنات 6 ديال الكيسان الثمن ديالهم 6 اورو، حيت هادو كانوا 10 اورو. طبيعي سلطه اختي ديال الدجاج محمر 5 اورو البنات. هادي حتى هي ديروا فيها هكا الكاطو ولا اي حاجه. زوينين هادو سي كومبيان؟ 3 اورو. 3 اورو زوينين هادو 3 اورو البنات. ديروا فيهم هكا يعني لي كاطو ولا اي حاجه، هادو 3 اورو حتى هما. عندها الماس انورو البنات، الميسات انورو، كلشي انورو عندها. هادي حتى هي زوينه. سي كومبيان؟ لا سا 15 اورو مدام، 15 اورو 15 اورو. هذه كتجيب الغليقات ديالها 15 اورو. عندها المريمطات، شوفوا المرامط عندها دايره 12 كاينه 15 وكاينه كبيره. شوفوا هذه كلها 45 البنات، هذه كلها 45. قلت لكم عندها داك الشيء زوين، عندها البريمات واعرين، البريمات اللي كنت صورتهم لكم غزالين. ايوا البنات شحال هذه ما صورت لكم الاثواب. ايوا اليوم اختي غادي نبارطاجي معاك الاثواب اللي كاينين جداد اختي هنايا في المارشي. كاين اختي هادو ديال التليجه ديال المقبره الواعرين البنات، هادو قال لي 40 اورو سي سا 40 اورو البنات. هادو قال لي 40 اورو هما ولا دوبلوغ ديالهم. شوفوا لي الوينات دابا اختي، يلاه تاخذي اختي واحد التويب وتحطيه لي عند الخياط يوجدوا لك اختي الصيف شي عراس هي نيت فعلا تاركه. كاين اختي هاد الموديل هذا زويونين، هادو البنات عندهم موديلات غزالين، هادو ديال جوهره وكاين بزاف البنات. انا نوريكم كاين هادو بحال هادو اللي وريتكم دابا، هما في الوينات هادو كلهم قال لي 40 اورو 40 اورو. عاد هادو سي كومبيان؟ 10 اورو كليجه 10 اورو البنات ديال الكليجه. هذا شوفوا لي والله الا 10 اورو، هذا قال لي 10. البنات بغيت نبارطاجي معكم عند هاد السيد هكا، عنده اختي الدواء ديال الكزيما، عنده النيله الزرقاء اللي كتقلب على النيله الزرقاء، انا نوريها لكم. عنده اختي الزيوت طبيعيه 100% طبيعيه اختي. اي زيت بغيتي كتلقاي عنده. دابا سولتو اي زيت اللي طاح لك على راسك كتلقاي عنده 3 اورو البنات. الزيت ديال الثومه، زيت الكامون، شوفوا لي البنات زيت الكافور، كلشي كلشي الزيوت الطبيعيه بلا ما نبقى نعد لك كل زيت. الزيت ديال الكبده ديال الحوت، الزيت ديال الكبده ديال الحوت. انا ما نكذبش عليكم البنات ما كنعرفش في هاد الزيوت بزاف. زيت الحرمه اللي زوين اختي للشعر، زيت الحرمه البنات واعر واعر بالنسبه لهكا للشعر غزاله البنات. الزيت ديال الحرمل كينبت لك يا اختي الشعر هذا. شوف البنات ها هو عنده اختي كما قلت لكم، اي زيت بغيتي كتلقاي عنده.
عنده الحنه، عنده اختي الموارد، الصابون البلدي، الزيوت اختي الطبيعيه، النيله الزرقاء قلت لكم عنده النيله الزرقاء. ها هي اختي عنده النيله الزرقاء، عندي هذه، وعنده واحده اخرى كنت بارطاجت معكم المره اللي فاتت، عنده القرنفل، كلشي البنات. انا رجعت معكم البنات، بديت لكم الصوف وهنا غنكمل لكم اختي في الدار. بون البنات جبت لكم واحد الهمزه واعره 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 وعليها واحد الطلب كبير. المره اللي فاتت فاش كنت شاركت معكم الفيديو ديال لي بيجو كنت بارطاجيت معكم لونسومبل ديال فيرساتشي البنات اللي عجب بزاف الاخوات ودخلوا عندي ما شاء الله. كاينه الاخت اللي بغاتو بالطوينغات ديالو، وكاينه الاخت اللي خداتو غير الكورميطه والسنيسله. ايوا البنات اللي بغاوه بالطوينغات، مشيت اختي اليوم كنقلب يا اختي على لونسومبل ديال فيرساتشي بالطوينغات ديالو، واخيرا البنات لقيت واحد الموديل اللي واعر واعر خارج على مود. كنقول لكم دائما الميزات والجديد مع اختكم اسماء. يا اختي شوفوا لي هذا الموديل، هذا اللي كيحمق يا البنات، هانتوما شي حاجه واعره. قلت ضروري نمشي اختي للدار ونشاركوا مع الاخوات توت سويت. هانتوما البنات تبارك الله، يعني هذاك الشيء كامل اللي كنت بارطاجيت معكم المره اللي فاتت كندخل يعني عليه واحد الكم الهائل ديال البنات اللي خدوهم لعندي. كنقول لكم بصحتكم وراحتكم، والبنات اللي بغاو الفيرساتشي بالطوينكات ديالو بالحلقات يعني بلي بوكل دوغاي، انا جبتو لك اختي اليوم. هانتي اختي شوفي ليا تبارك الله ما شاء الله، ها هو اختي ما يكون غير خاطرك، هانتي اختي جبتو لك بالطوينكات ديالو كتشوفوا. انا غندير لكم البنات هنا وغادي نوريكم الموديل اللي كنت بارطاجيت معكم المره اللي فاتت. البنات راه كندير لا ليفريزون في جميع انحاء اوروبا، اللي بغات شي حاجه راه كنصيفطها ليها حتى لعندها، فهمتوا الاخوات؟ هانتوما وشي حاجه زوينه، راه اسي انوكسيدابل بالطبع ديالو. هانتي اختي شوفي ليا تبارك الله ما شاء الله، شوفي اختي شوفي شي حاجه واعره البنات، كتجي غزال كيجيو فيه هادو هكا مدلين. وهذا راه بحال الكرافاج اللي كان ديال الناس ديال بكري، رجعوا ليه دابا. هانتي اختي كيجي بالسنسله المبروم وديال فيرساتشي. انا نقرب لك وشوفي ليا اختي الطوينغات ديالو كيفاش كيجيو واعرين. انا اختي شفت لك بالطوينغات هذا البنات لونسومبل اللي بغاتو تدخل عندي، اثمنه جد مناسبه راه اختكم اسماء دايره لكم اثمنه في متناول الجميع. البنات المره اللي فاتت اللي كنت بارطاجيت معكم هو هذا ديال فيرساتشي، راه كاين الاخوات اللي خدوه بلا طوينغات ديالو، كاين اللي بغاتو بالطوينغات، دونك جبت لك اليوم ديال الطوينغات. هذا راه باقي عندي البنات شي يعني عيش حاجه كميه قليله، ما بقاتش عندي فيه بزاف، مي فريمون تبارك الله يعني بزاف البنات اللي دخلوا خدوه. ها انتم البنات شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله، اختي تبرعي وزيدي تبرعي. او اختي شنقول لك العنبوش يذهب، اي اختي ما كرهناش الذهب، ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي ما عندوش اختي باش ياخذ ذهب تبارك الله ما شاء الله، راه داروا هذا الاسي انوكسيدابل بديل الذهب. اختي تبرعي ولبسي وخلاها وقنعي منه، وديك الساعه الواحد يحيدو ماشي مشكل. بعدا كاين راه يعني ماشي شي ثمن لي غالي يعني كتبرعي فيه، ولكن اسي انوكسيدابل البنات راه كنقولها لكم دائما اسي راه ما تخافوش منه. ها انتم راه الطابع ديالو، ها هي اختي مكتوبه هنايا الشيء، انا غنبعد لك على الضوء تبان لك اسي انوكسيدابل. ها انت اختي هذا راه عندي بلا طوينغات ديالو، والموديل اللي وريتكم البنات هذاك راه الطوينغات ديالو. بالنسبه للفان كليف البنات عندي في الكحل، شوفوا الاخوات غادي نبدا ندير لكم اللايف ان شاء الله هنايا في اليوتيوب، حيت بزاف البنات قالوا لي اسماء ما عندناش تيك توك، انا كندير في تيك توك ما نكتبش عليكم البنات، كندير اللايف في تيك توك. شوفوا لي هذا ديال فيرساتشي، هانتوما البنات اللي ما بغاتش الكورميطه ديال الايد راه جات لي حتى البغاسلي، راه فيه البغاسلي البنات ديال فيرساتشي. الا ما بغيتيش الكورميطه راه تقدري ديري مع البغاسلي. هذا راه كاين عندي هكا في الكحل، وعندي عندي في لون اخر، انا غنوريه لكم البنات. البنات عندي بحال هكا كما كتشوفوا على هذا الشكل. هانتي اختي هذا راه كاين بالسنسله ديالو، كاين هو الكورميطه والسنسله والطوينكات. شوفوا البنات هادو راه كاين لونسومبل حتى هو. بالنسبه لهاد الفان كليف اللي وريتكم في الكحل، الا ما بغيتيش ديري ليه الكورميطه تقدري ديري ليه البراسلي، يعني عندك الاختيار. غنوري لكم واحد الموديل حتى هو اللي جبتو اليوم جديد البنات، شي حاجه واعره صراحه. هانتي اختي شوفي ليا هذا البنات شي حاجه واعره تا هو، حتى هو لونسومبل كيجي على هذا الشكل، يعني هذه السلسله ديال العنق، وكاين اختي الكورميطه ديال الايد. هانتي اختي راه خصكم اسماء مبرعاكم اختي، شوفوا ليا تبارك الله، ونتمنى غير الاضاءه تبان لكم مزيانه البنات. نقرب لكم هكا، هذا راه كيجي لونسومبل البنات كيجي فيه 3 بياس.
شتو البنات كيجي فيه 3 بياس. انا غنديرو لك هنايا باش يبان لك اختي مزيان. انت اختي شتي كيفاش كيجي الشكل ديالو واعر صراحه. كنجيب دائما اختي الكاليتي اللي زوينه. بون البنات غادي تشوفوا معايا هاد ايطاجير هادي هنايا فين كندير اللايف حيت عندي السلعه كامله يعني تبارك الله ما شاء الله. راه عندي لي بارفان بالنسبه لهاد البارفان هذا ديال العود اللي كتبغي بارفان ديال العود امير العود البنات راه شي حاجه فنه والاثمنه يعني جد مناسبه. وكاينه اختي اميره العرب اللي واعره البنات كاينه عندي البوردو عندي الغوز ما غاديش نقدر نوريك كل شيء. هذه هي لابوتيك ديال اختك اسماء اييه قال لي هذاك المثال لبست النعاله حتى يجي الصباط ولا لبست البلغه حتى يجي الصباط. ايوا الحمد لله الله يرزقي الصحه والسلامه اللي كنطلبوه هي صحيحتنا وصحيحه وليداتنا والانسان يكون بخير وراحه البال هذيك هي كلشي. مي لو غيست يعني كلشي كيجي مع المده الحمد لله. الانسان تكون القناعه الا ما كانتش القناعه ما كاين حتى شي حاجه. ضروري الانسان تكون يكون قنوع باللي عطاه الله سبحانه وتعالى. بون انسان خدام على راسو حنا تنخدموا على راسنا. علاش قال لك هذاك المثل جري عبدي وانا نعينك يعني حنا كنجريو مع الانسان نخدموا على ريوسنا والله سبحانه وتعالى يعاوننا. بون البنات هذا راه بلا ما نكثر لكم في الهضره اختكم اسماء راه ما كتسكتش. دخلوا عندي الا بغيتوا تجمعوا دخلوا عندي اللايف في تيك توك. هانتي اختي شوفي لي الطوينغات ديالو كيجيو بحال هكا غزالين وكتجي الكورميطه وكتجي السنيسله ديال العنق لو كولي ارسي انوكسيدابل. يلا البنات اللي بغا تدخل عندي اختي التيك توك كما قلت لكم ولا غادي نحط لكم نمره الواتساب غنخلي لكم النمره هنايا البنات اللي بغات شي حاجه تدخل عندي الواتساب. بالنسبه للقفيطنات راني جبت منهم البنات عندي بزاف ديال اللوينات في القفيطنات. هاد لي سوطوار هادو اخوات كيجيو غزالين بالنسبه للبنات المحجبات. انا عارفاكم الاخوات المحجبات دائما تيسولوني عليهم. عارف لما كتدخل عندي شي اخت محجبه كتقول لي يا اختي اسماء هادوك السنيسلات اللي كيجيو طوال واش عندك؟ الموديل اللي كنت وريتكم المره اللي فاتت بقاو عندي فيهم غير جوج ما بقاوش عندي فيهم بزاف حيت البنات انا كنجيب كميه كبيره. يعني حتى الاخوات اللي بغاو يخدموا على ريوسهم كنبيع حتى بالجمله يعني اللي بغات تخدم على راسها راه كنجيب كونتيتي كبيره البنات ما غاديش يبان لكم هذا الشيء. راه تبارك الله كنت تشوفوا وراء الكواليس اشنو كاين ما نعاودش لكم. قلت لكم السيت ان شاء الله غادي نخدم عليها البنات ضروري حيت بزاف البنات اللي بغاو السيت يتقداو هكا نيشان. هادو راه كيجيو 3 في واحد البنات ثلاثه سنيسلات كيجي وحده فوق من وحده فوق من وحده كتجيو غزالين مع قفيطنات هكا يعني مع كسيوه قويميجا وكيجيو صراحه زوينين يعني بحال هكا سنيسلات في الهنايا ما تيبانوش. دونك هادو ديال لي سوطوار كيبانو زوينين. صافي البنات راه عندي الحجابات عندي السيكان هانتوما شوفوا لي تبارك الله لابوتيك ديالي عامره. ايوا البنات نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. اللي بغات شي حاجه راه نخلي لكم النمره دخلوا عندي مرحبا والف مرحبا. شكرا على التعليق ديالكم زوينين لي كومونتير الغزالين اللي بحالكم دائما كتشجعوني بدوك التعاليق. وشكرا على البنات اللي قلت لكم الصباح في الفيديو ديال ليدل اللي تبعت الفيديو تخلي لي واحد القليه بزاف القلوبه لقيت لهلا خطيكم عليا وان شاء الله مع فيديو جديد والسلام عليكم.